أشهر طويلة من التعب والاجتهاد والدراسة بتنتهي بالامتحانات يلي عم تكون مرهقة ومقلقة لكثير من الطلاب، ويلي بيزيد من هذا القلق هو الفكرة يلي بتقول إنه هاي الاختبارات رح تحدد مسيرتك المهنية وحياتك المستقبلية. يعني كل شيء درسه الطالب ب 12 سنة بكفة، وهالسنة وهالسنة تماما اللي هي اسمها بكالوريا أو ال 25 يوم أو ال 20 يوم اللي حيقدم فيهم امتحانات بكفة تانية. المشكلة بكل هالتوتر إنه رح يأثر سلباً على أداء الطالب، وكتار من الطلاب وأهليهم ممكن يزيدوا الطين بلة ويراكموا واجباتهم أو يأخروها لآخر لحظة، وممكن يسهروا كل الليل ليدرسوا ويهملوا نشاطاتهم اليومية مثل الحصول على تغذية مناسبة ومتوازنة أو حتى النوم الكافي. كيف ممكن نتغلب على كل هالأمور ونتخلص من توتر الامتحانات؟ رح تخبرنا الأستاذة ثناء الشاهين، ماجستير بالمناهج وطرائق التدريس. أهلا وسهلا فيكي، صباح الخير. هلا، يسعد صباحك. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي أستاذة. بالبداية خلينا نحكي إنه يعني ممكن بنمر بأيام السنوات العادية عندنا امتحانات للمرحلة الانتقالية، ولكن بالتاسع والبكالوريا فعلا في قلق، في توتر بصيبنا، شو السبب؟ يسعد صباحكم مرة تانية. طبعاً قلق الامتحان خلينا نحكي عنه من وجهة نظر علم النفس، هو عبارة عن اضطراب سلوكي، ما فينا ننكر إنه هو مشكلة سلوكية أو ما فينا نتعامل معه بطريقة عادية، هو ما خوف عادي، هو قلق. مجرد كلمة قلق معناتها نحن عم نحكي عن مشكلة سلوكية. قلق الامتحان هو عبارة مثل ما حكينا عن مشكلة سلوكية تتضاعف بأيامات الامتحانات المصيرية أو الأساسية. فلما نحكي عن ثالث ثانوي إن كان علمي أو أدبي، هو أكثر فترة مصيرية بحياة الطالب. هيك من وجهة نظر الطالب ومن وجهة نظر الأهل. هاي بسوريا عم طبعاً. نحكي بالنظام التدريس السوري. طبعاً عم نحكي بمدارسنا. فلهيك لازم نتعامل معه بطريقة أكثر حساسية أو أكثر جدية من قبل الأهل أو من قبل المدارس. فقلق الامتحان بيعمل لي حالة نفسية صعبة وحالة نفسية متعبة بالنسبة للطالب أو بالنسبة للمفحوص. لهيك المفروض من الأهل ومن المدارس أيضاً المعلمين أنه يكون في عندهم هي الأسبقية بالتعامل مع قلق الامتحان. ما في مشكلة أنه بحس أنه في تعامل أو في حذر من الكادر التدريسي، لأنه بحسهم أنه بشكل توتر أكثر، لأنه يعني أي خطأ بيقوم فيه الطالب انه هي حياتك، هي مستقبلك رح يتهدد، ما رح تعمل شيء، ما رح تاخذ شيء، ما حتفوت على الجامعه. بتحسي انه التوتر زاد اكثر اكثر 100%. نور اوريدي عنده هالطالب هي الحاله النفسيه المزعجه، فما بالك انت تزيدي على هي نقطه الضعف او على هي المشكله عنده بالتعامل. بدايه بفوت على الثالث الثانوي الطالب عندنا، بيعرف انه هي السنه هي مصيريه. طبعا الاهل ببلشوا يحضروا الطالب عندي من فتره الصيف او من فتره الحادي عشر الثاني ثانوي، هذا الشيء طبيعي وهذا الشيء صح، ولكن ما نعطي شيء اكبر من حجمه، اكثر من حجمه. بالنهايه بتهمني انا الصحه النفسيه لابني، بتهمني صحته الجسديه كمان. في كثير من الطلاب ما بيعرفوا يتعاملوا مع هي الحاله، يعني اساسا عمره 18 سنه عمر كثير حساس، فيني اقول انه هو عمر مراهقه، فعندي مشاعره دوافعه رغباته اتجاهاته عم تتشكل بهي المرحله. صح. فحتى البلوغ الجنسي النضج الجنسي بيصير في عندي كثير مغريات بهذا العمر. ففعلا الله يعين هذا الطالب، هذا الشاب المراهق اللي عمره 16 سنة ل 17 سنة، لأنه في ناس فايتين صف ثاني فورا، فعمره 16 سنة وكسور وهو عم يقدم بكالوريا وعم يحدد مصيره بهالعمر اللي هو غير ناضج فيه فكريا 100% وما تكونت شخصيته 100% وعم يخوض مساره الأكاديمي ولاحقا المهني. طيب هلا في طلاب عم يتابعونا أو أهليون بيقولوا هاي الفقرة يمكن مو لأولادنا، لأنه أولادنا مو شايلين هم الفحص النوب لأنه أصلا مو دارسين، واصلا مقضينا سيارين وروحات وتمشايات وبرتيات شده وهالامور كلها. اوكي، الله يعين اهاليكم عليكم. حكينا للطلاب اللي عن جد درسوا وعم يحسوا بتوتر الامتحان، شو العلامات اللي بتطلع على الطالب اللي خايف من الفحص؟ بالبدايه قلق الامتحان في عندنا نوعين، خلينا نحكي انه في هو في ناحيه ايجابيه او في ناحيه صح من قلق الامتحان. الناحيه الايجابيه هي عباره عن القلق الامتحاني الميسر للعملية التعليمية أو للتحصيل العلمي بالنسبة للطالب. لما بيكون في عندي هي الجدية بالتعامل مع الامتحان من قبل المتعلم، نحن بنعرف منه يعني مرقنا بهي المرحلة، إنه أنت يكون في عندك هذا القلق معناتها أنت مسؤول. عم تشتغل على حالك، مزبوط، على قدر من المسؤولية. فأنت لما بتكون مانك شايل هم الامتحان أو على أساس ما بتعرف انت ايمت اساسا او ما بتعرف اي كتاب لاي ماده، شو ماده عندنا بكره اول ماده شو هي صدقا انا عم بتعامل مع طلاب هيك،
فقلت لك ورد انه في قلق امتحاني ميسر للتحصيل العلمي، بيكون في عندي انا هي الجديه بالتعامل على قدر كبير من المسؤوليه لحتى انجز، لحتى احصل نتائج علميه تتناسب مع قدراتي ومع امكانياتي. اما القلق الامتحاني المعسر للتحصيل العلمي، هذا القلق الامتحاني يلي ما في منه نتيجه ايجابيه، ما في منه جدوى، يعني انا حاسه بحالي من الرعب، بحالي من الخوف، ولكن هي الحاله ما عم تعمل لي ولا دافع ايجابي للتعلم، يعني ما عندي هي الدافعيه، انا بس عايش هي حاله الخوف على امل انه الله يا رب الله يفرج علينا ويسهل الامور ضمن القاعات الامتحانيه. فهذا شيء ما هو منطقي، هذا الشيء بيحمل الطالب عبء بدون اي نتيجه، وبالمقابل بيحمل الاهل كمان عبء. حرام، بعرف كثير اهالي عم يصرفوا يعني كثير مبالغ طائله لحتى بين اساتذه خصوصي وبين غذاء متوازن ونهيئ الجو المناسب لحتى فعلا هذا الطالب يدرس. بيقول لك الاب او الام انا بدي انه ريح حالي مع هذا الطالب او مع هذا الطفل وريح ضميري معه، ولكن بالمقابل في الطالب اللي عدا قدر كبير من المسؤوليه وعم يتعامل مع الامتحان بجديه، كيف ممكن اتعامل معه من قبل الاهل؟ انا بدايه هي الظروف اللي عم وفرها بالبيت لحتى انا اقطع فيش التلفزيون، اقطع الهاتف او شلحه جواله، لما بحس انه ابني عم يتعامل بجديه مع الامتحان، هي الشروط وهي الظروف كلها ما لها داعي، ما لها قيمه، بالعكس انا عم زيد عبء نفسي على ابني، عم حمله هم اكبر من همه اللي هو هم البكالوريا مثل ما بنقول نحن. فبدايه ما قارن ابني بحدا، اللي عم يسمعنا هلا كاب او كام، ما قارن ابني بابن خالته، بابن عمته وبخاله، ما في داعي لهي وجه المقارنة. جمع طب دخل تحضيري ليكو 100%، في عندي فروقات فردية بين البشر أنا بالعموم، فما بالك بمرحلة حساسة اللي هي عمر 18 أو سن المراهقة اللي الفرد نفسه ما أنه مكتشف ذاته، ما بيعرف شو اتجاهاته شو ميوله. بتقله شو رغبتك تصير، بيقول لك مثلا مهندس طبيب، أنت بذاتك ما أنك مكتشف نفسك. فهون دور الأهل الأساسي، خلي له مجال من الحرية لحتى يعرف هو شو بده، يعرف هو يختار، ما أضغط عليه، هي قدراته وهي إمكانياته، ما لازم زيد العبء على ابني بهي المرحلة. بعمل أنا الشيء الواجب علي أني أعمله كأب أو كأم، بس بدون مقارنة. في قبل عنا كان بعلم النفس، أول ما طلع علم النفس وعلم المنطق، كان في شيء اسمه نظرية الملوكات العقلية. نظرية الملوكات العقلية بتنص على أنه كل جزء من الدماغ مسؤول عن مهارة معينة، جزء مسؤول عن المنطق والرياضيات، جزء مسؤول عن الرسوم والأشكال والفراغية والهندسة وهكذا إلى آخره. إلى آخره. هي النظرية سقطت، أثبت العلم أن هي النظرية خاطئة 100%. أنا عم جزئ شخصية الإنسان، والإنسان عنده شخصية متكاملة، ما فيني أفصل شيء عن شيء. ظهرت بعدين نظرية الذكاءات المتعددة، هذا الشيء كثير عمومي وشمولي، لازم كل الاهل يعرفوا هذا الحكي اللي عم ينحكى. بدي اعرف كيف اتعامل مع ابني، مو المفروض انا اذا عملت له دوره رياضيات فهو ضعيف بالرياضيات فبيتقوى بالرياضيات، هذا الشيء ما هو صح. صح 100%. هذا الشيء كثير غلط، بالعكس بدي اعرف شو هي مهاراته اللي بحب يشتغل عليها وانا انميها. تمام، ما بدي افرض شيء على ابني. وهون بفكروا الاهل اذا سجلوا لاولادهم الدروس او الامور ضمن الصيف او خلال العام الدراسي انه هو خلص لازم يتفوق وسكر المنهاج او سكر الماده، هو لازم يكون يعني جاهز لاي سؤال امتحاني يقدر يعرف يجاوب عليه. في طالب مسؤول، في طالب مستهتر، هل بترجع لطبيعه التربيه او البيئه اللي عايش فيها او شيء مكتسب خلال العام الدراسي او الشلاليه يلي انضم لها يلي علمته يا يكون مسؤول يتحمل انه هو في توتر في قلق ولكن في امتحان في نتائج ايجابيه، في طالب مستهتر خايف بس على الله؟ شو حلو السؤال، حبيت طبعاً. السؤال انا شو السبب؟ اثبت علم النفس انه جماعه الاقران هي من اكثر وسائل التنشئه والتنميه الاجتماعيه تاثيرا بالطالب وتاثيرا بالفرد. فتخيلي انت بهذا العمر قديش جماعه الاقران بدها تاثر. الاسره هي اكثر مكان بينشا فيه الفرد، يعني انت من لما بتخلق لحتى تنشا وتكبر وقتيا ومكانيا مزبوط، وتترعرع وتصير شاب، انت عايش ضمن هي البيئه اللي هي البيئه الاسريه. ورغم هيك جماعه الاقران هي الاكثر تاثيرا، بتصير في عندي دافع الغيره، انا بدي اعمل مثل ما هو عم يعمل. على سبيل المثال السيجاره هي اكثر شيء او اكثر سلوك بتصير بالغيره، بدافع الغيره. تمام، طيب لانه هم مثل ما ذكرنا الطفل
لساته طفل تحت 18 سنه بتزعلوا طلاب البكالوريا بالقانون السوري اللي تحت 18 سنه يعتبر طفل ليس مثلا متحكم بنفسه وليس راشد لسه ما كمان شخصيته بده يشوف اي حدا ويتقمص بده يشوف اي حدا ويقلد لسه لحتى تتبلور ملامح شخصيته في عنا عده انماط من الطلاب ذكرت نور المستهتر وذكرت كمان المسؤول في الطالب اللي دارس وتعبان على حاله سنتين 11 وبكالوريا وبعد يومين 30 ايار نتمنى لكل طلابنا التوفيق يا رب داخلين على قاعه الامتحانات ولسه مو واثقين من معلوماتهم وخايفين هلا في ناس بيقولوا لهم هدول اللي بيحبوا الكتاب اللي نيردات بين قوسين اللي بدهم يختموا العلامه يجيبوا 600 من 600 مثلا او 200 من 200 بالمواد وفي طالب تاني فايت ومو شايل هم بس كمان دارس الطالبين هدول شلون لازم نروقهم قبل ما يفوتوا على قاعه الامتحانات شو دور الاهالي وشو دور الكادر التدريسي اللي حيراقب في القاعات طبعا اكيد نرجع منقول انه قلق الامتحان له علاقه بشخصيه الطالب انا لما بكون مربيه ابني خلال 18 سنه على اساس انه هو شخصيته ضعيفه ما فيني هلا اقول له لا لازم يكون عندك ثقه بنفسك وبمعلوماتك بجوز يجيب علامات تامه ويكون تحصيله العلمي ممتاز وعنده هذا الخوف وهذا الهلع ويفوت عم يرجف على الامتحانات فهن القصتين مربوطين ببعض مثل ما قلنا علم النفس بيدخل بكل مجالات العلوم انت بدك تشتغل على شخصيه الطفل برجع بقول للاهل بتمنى منكم انه تتعاملوا مع هي الفتره شوي بحساسيه وبجديه ما تحمل الطفل ضغط زياده ومن اهم اساليب تخفيف قلق الامتحان كونه معنا بس يومين او ثلاث ايام يعني صرنا امام واقع حال واقع في شيء اسمه استراتيجيه التمثيل المسرحي شو بنعمل فيها هيك لا يمكن شوي يستغربوا الطلاب انه كيف تمثيل مسرحي اغلب الطلاب خلينا نقول 90% حسب طبعا احصائيات 90% من الطلاب بيخافوا من جو الامتحان مو الامتحان نفسه لا لا القاعه الاشخاص الموجودين المراقبين 100% يعني انا اذا بعطيه هي الورقه وهذا الامتحان وهي الاسئله بالبيت يمكن بيجاوب عليهم وبياخذ علامه تامه فشو بيصير لما بيفوت على قاعه الامتحان هون السؤال خليني اعمل له بروفا عن هذا الامتحان بالبيت طبعا اتعامل مع الموضوع بجديه بدون سخريه وبدون استهزاء جيب له هذا المقعد وهذا الكرسي وبعير الوقت او بورجيه صورهم اقلها 100% اذا ما بقدر انا اخذه على المركز الامتحاني يشوف مدرسته صح بظن الطلاب اخذوا بطاقاتهم الامتحانيه شافوا فلازم يزوروا المركز من الخارج اقلها يعرف انا مدرستي اللي حقدم فيها القاعه كيف شكلها صح. المقعد كيف شكله شلون الجو الشبابيك وين انا بتذكر لما كنا بكالوريا هيك عملنا كنت قاعد على الحيط ولا على الشباك انا على الشباك واول مقعد من اليسار ممتاز فليله الامتحان بيصير عنده هذا الهاجس المرعب للمتعلم او للمفحوص مثل ما قلت ورد في قبل بيوم ممكن يتعرف على مركزه الامتحاني على الاقل من الخارج ومثل ما قلنا بالبيت انا بجيب ورقه امتحان من قبل الاهل او الاستاذ الخصوصي اللي عم يدرس الطالب بعمل له معيار اللي هو الوقت قديش الوقت ممكن يكون 30 دقيقه 45 دقيقه بعطيه هي الأسئلة وبشوف مدى استجابته مدى استيعابه ويفضل قبل الامتحان ما نراجع شيء يفضل هي نصيحة علمية قبل الامتحان بكم ساعة؟ من الصبح تمام من الصبح؟ أنا بخلص شو دارس يمكن أسهر لساعة متأخرة من الوقت ما من في خمسة الصبح ومنحمي بدنا نقرأ الكتاب كله هذا الشيء أكبر غلط نور وأغلب الطلاب بيعملوه على أمل أنه أنا بلكي شيء ناقصني وفي دراسات أستاذة قالت أنه في فروقات فردية في طلاب بيرتاحوا كمان انه يقلبوا ورق يقلبوا ورق يشوفوا الكينوتس الكيوردز بيرجع القشره الدماغيه بتعصف وبترسم الباترنز المسارات لحتى انا اروح على ورقه الامتحان اتذكر شو بدي ارتب معلومات بالدماغ في شيء اسمه ذاكره دائمه وذاكره مؤقته هلا اللي عم تشتغل بساعات الصباح الباكر هي اسمها ذاكره المؤقته وبتعطل على عمل الذاكره الدائمه بس ما بترجع الذاكره الدائمه لحتى تستحضر للورقه أنا قصدي نحن الصبح قبل الفحص ما عم بحفظ ما عم بتعرف على المعلومة لأول مرة مزبوط أنا عم راجعها بس ترجع الفكرة فروقات ورد. فردية صح 100% بس أنا عم أحكي بالعموم في عندي الذاكرة المؤقتة هي اللي عم تشتغل بساعات الصباح الباكر في حال أنا شفت شيء وضل عالق بذاكرتي رح يشوش على المعلومات اللي أنا صار لي سنة عم أحفظها لأنه أنا عيني ما ضربت غير على مثلا مزبوط. الدرس التاسع فكل شيء دروس قبله ما عاد أقدر استحضره 100% والفكرة الأساسية كمان أنا لما بدي أقرأ ورقة الامتحان هي كل العالم تحكيها فعليا ما أقرأ كل الأسئلة لحتى أرتاح نفسيا خليني بلش سؤال
خليني بلش سؤال سؤال بالقلم، ممكن غطي ورقه الاسئله بورقه الاجابه وتعامل مع كل سؤال بسؤاله. تمام، هذا الشيء المنطقي المريح اكثر. طيب ممكن بعض الاهالي اللي عم يحضرونا هلا تقول لك انه انا ابني مثلا ممكن باول ماده ينضرب، ممكن من التوتر، ممكن من المراقبين يلي نحن بنطلب منهم انه يكونوا كثير ريلاكس مع الطلاب، نحاول نساعدهم، نحاول نروقهم، ما نفوت عم نعيط ونعصب، لانه رح يعني اذا في حدا ما بيتوتر في قسم ثاني بيتوتر بيخاف. يعني استحضر الذاكره لحتى نبلش سؤال سؤال. ما بيكون هدول الطلاب يلي ضربوا باول ماده صابون اكتئاب، انا ما رح انجح، كيف بدي اكمل المواد الباقيه؟ شو لازم نعمل اذا انضربوا باول ماده لحتى يعدوا الباقي؟ ممكن الباقي يكون افضل. مزبوط، نحن ما بدنا نحكي كلام نظري ونقول له للطالب ما تتاثر، بالاخر نصيره عم يتحدد بهي المرحله. اوكي، اعطي المشكله حجمها بهذا اليوم، بس انا في عندي باقي مواد وفي عندي دوره تكميليه، خلينا نقول انه انا ممكن حسن. طيب اوكي، هي الماده ما زبطت معي، بجوز بالتكميليه زبطها. خليني ما اخسر الشيء اللي جاي، خليني اتعب بالمواد اللي جاية لحتى أضمن علامة منيحة. واحدة واحدة لحتى نشوف بقى اللي صار في عنا في ضعف نحن بمادة أو بالشيء التكميلي. أنا بعوض المواد طبعا اللي هي مكرمة كمان وزارة التربية، قبل خلص أنا انضربت بمادة بدي السنة كلها، صح، على أيامنا ما كان في تكميلي. هلأ في كتير نقاط إيجابية وعم يساعدوا الطلاب، يعني صح، يعني مشكورين تماما على هاي الجهود اللي عم يقوموا فيها، فعلا على هاي الترسيلات الحلوه اللي بظن نحن بنستفيد لها بايامنا. طبعاً. يعني ما في خلص ماده سنه كامله. بتذكر البكالوريا صح اللي عيدوا سنه كامله بس حلو. لانه مثلا ضرب بالرياضيات طبعا، او ما كان الحظ، حتى الديانه يعني الديانه كانت ممكن تسبب رسوب سنه كامله، لانه في اشخاص مثلا ماده القوميه والديانه ما بيعطوا اهميه، انه بس جيب علامه النجاح والمواد الثانيه هي اللي لازم ركز عليها. صح، بتلاقي انه هي المادة هي اللي ممكن ضربت تعب سنة كاملة، صدرت من 7 سنين وجاي يعني من فترة ما أنا كتير بعيدة. صحيح، على المناهج الحديثة. أنا بالختام بس بدي أضيف كم معلومة، طالما حكينا عن الدورة التكميلية وحكينا عن فرص الإعادة، أبدا يا عزيزي يا أخي الكريم طالب البكالوريا لا تفكر تنسحب من امتحان، ما بتعرف شو بيصير، ممكن يطلع قرار إنه لا يتقدم إلى الدورة التكميلية إلا من ثبت حضوره بالامتحان. ممكن الدورة التكميلية ما تكون مفتوحة بعدد المواد، ممكن تكون لمادتين على الأكثر أو 4 مواد على الأكثر، يعني سابقاً بظل كورونا فتحوا يمكن عدد المواد أو رفعوهم، ولكن السنة ممكن تكون شروط تانية. ممكن أصلاً يطلع قرارات أنت ما تنطبق عليك لأنه أنت ما حققت شروطها، ففوت على الامتحان، خلي ثقتك برب العالمين كتير كبيرة، أنت دارس بالنهاية، شو ما صار في فرص للإعادة ما لنهاية الحياة. شكرا كتير لوجودك معنا. شكرا، وأهلا وسهلا فيك. أستاذ صباحك أستاذ، أهلا وسهلا فيك. هلا.